لك يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. كان ناقصني انت ليك من النحس. شو بدك؟ هلا انا ما بدي لا ضايقك ولا بدي ازعجك، كل اللي بدي اياه بدي اعتذر منك مشان المشكله تبع هذيك المره، واذا بدك بعتذر من رفيقك اللي تخانقت معه كمان. يا سيدي اعتذارك مقبول وما في داعي تعتذر من رفيقي. يلا باي. لك لحظه شوي. شو يلا باي؟ ماني رايح من هون لحتى تقولي صافي يا لبن. صافي يا لبن. بما انه صافي يا لبن، خلينا نروح نشرب فنجانين قهوه مع بعض ونحن زملاء بالجامعه. لا اسفه. طيب يا ستي مثل ما بدك بلا العزيمه، في مجال تقبلي مني هالمحاضره؟ لاني انا بعرف اليوم اللي غبت فيه عن الجامعه. بس انا وبدي منك شغله ثانيه، اي شيء بتحتاجيه مني لا تترددي ابدا انه تطلبيه، انا موجود مشان اساعدك. اوكي؟ خلينا اصدقاء. باي.